نقول مساء الخير واهلا وسهلا بكل جماهير النادي الاهلي اللي هتابع حلقه النهارده السادسه. ترحب بكم، اهلا وسهلا بحضراتكم في المحطه قبل الاخيره من مشوار الدوري. سميها لغايه النفس الاخير بالنافس، سميها يمشي الحال، تسميها محطة مهمة جدا واستعداد لمواجهات في منتهى الأهمية تحسم بيها ألقاب جديدة للنادي الأهلي، أهمها من وجهة نظري طبعا أنك أنت تحقق الخماسية، يعني أنك أنت كل بطولات الموسم الأخير تكون مسجلة باسم النادي الأهلي، ويتبقى لينا بس كأس السوبر المصري إن شاء الله بإذن الله الأهلي قادر على حسمه، يبقى حققت خماسية تاريخية الحقيقة تحسب للجيل ده من اللاعبين. وعندنا كمان طبعا بطولة مهمة جدا هي سوبر إفريقيا أمام الرجاء البيضاوي، وعندنا كمان بطولة لا يجب التفريط فيها بأي حال من الأحوال وهي بطولة كأس مصر. لكن الجميل وإحنا بنتكلم على المحطة قبل الأخيرة في مشوار أو عمر الدوري السنة دي، هي حالة المنافسة حتى الأمطار الأخيرة، المنافسة اللي خلتك تسمع صوت حبايبك الزملكاوية، بقى لهم كتير جدا وحشتونا، ما سمعناش صوتكم من زمان الحقيقة، سواء كنت بتكلم على أهلك وعيلتك، سواء كنت بتكلم على أصحابك وشلتك، سواء كنت بتكلم حتى على جيرانك او زمايلك في الشغل، في كل مكان في دول هتلاقي واحد ولا اتنين زملكاويه صوتهم ممكن يكون عالي، والله وحشتونا. على كل الاحوال خلينا نروح لماتش الجونه، ماتش مهم جدا، ماتش صعب زي ما اتكلمنا امبارح مع حضراتكم. الجونه الحقيقه فرقه على ارضها، فرقه غلسه، فرقه بايخه بلغه الكوره طبعا، يعني كل احترام لفرقه الجونه، في واحده من الفرق اللي قدمت مستويات وقدمت نجوم في الفتره الاخيره في الدوري، السنوات الأخيرة في الدوري المصري، وتظل الحقيقة الجونة على ملعبها، وزي ما شرحنا لحضراتكم هي ثالث أقوى فريق في الدوري تحقيقا للنقاط على أرضه بعد الأهلي والزمالك. نضيف على كده كمان اللي ممكن شوية يزود من صعوبة الماتش، إنه ملعب الجونة مش من الملاعب اللي تلعب عليها كرة مرتاحة دايما، يعني أرض الملعب، التيارات الهواء اللي موجودة في الملعب، كل ده بيخلي الفرقة ما تقدمش الكرة اللي هي عايزة تلعبها، وده واحد من أوجه الصعوبة اللي بتمنى إن شاء الله النادي الأهلي إنه يتغلب عليها النهاردة. هنروح مع حضراتكم لمقر إقامة الفريق ونعرف أخبار المعسكر ونتعرف على آخر التطورات والاستعدادات الخاصة بماتش الجونة. خليني بس بداية الحلقة زي ما تعودتم دايما في السادسة نفكر حضراتكم بآخر ماتشات النادي الأهلي، ماتش الأهلي والمصري اللي تفوق فيه النادي الأهلي بنتيجة 4-2 وقدم عرض قوي ومحترم، والماتشات دي جماهير النادي الأهلي شوية بتواجه صعوبة في اختيار أفضل 3 لاعبين. على صفحاتنا على السوشيال ميديا مطلوب من حضراتكم طبعا تختاروا على الانستجرام، على الفيسبوك، على تويتر، أفضل 3 لاعبين من وجهة نظركم في مباراة الأهلي والمصري الأخيرة. الموسم خلاص قرب يفنش والسباق على أشده، نتمنى إن شاء الله بإذن الله مشاركتكم تزيد في ماتشات الأهلي المتبقية من الموسم ده. قبل ما نبدأ حلقتنا وندخل في التفاصيل نروح لفاصل صغير ونرجع لحضراتكم في السادسة على طول. السفر للغردقة والاستعداد لمباراة الجونة، السفر لوحده في حد ذاته كان واحد من الحاجات، يعني الناس زي ما بتتكلم على ممكن بعض الأخطاء التحكيمية مقصودة أو غير مقصودة، دي مش قصتنا. ناس بتتكلم على ضغط وتلحم المواسم، ناس بتتكلم على ضغط المباريات، انك انت تلعب ماتش كل 42 ساعة على مدار موسم كامل، عدد كبير جدا من الماتشات الأهلي الحقيقة كان مستنزف فيها. لكن يمكن نقطة تانية ما حدش بيتكلم عليها وما بياخدهاش في اعتباره هو حجم الرحلات اللي الأهلي خدها جوه مصر وبره مصر عشان يلعب ماتشاته، وده واحد من العوامل. الواحد لما بيسافر سفرية حتى جوه مصر هنا، حتى لو رايح اسكندرية، رايح الإسماعيلية، رايح حتى قريبة، بيحتاج يوم يرتاح من المشوار. أنا بكلم حضراتكم على مشوار بسيط، ما بال حضراتكم بكم الكبير جدا، تروح اسكندرية وترجع القاهرة عشان تروح الغردقة، تسافر بره مصر، تروح قطر، تروح جنوب أفريقيا، تروح المغرب، تروح أنا مش عايز، النيجر والكونغو وتنزانيا والسودان، كم الرحلات اللي عاشها أو عاشتها، الوقت اللي عاشه فرقة النادي الأهلي في الطيارات أو في الأتوبيسات عشان يسافروا يلعبوا ماتشات، ده في حد ذاته واحد من الحاجات اللي الحقيقه ارهقت الفريق بشكل كبير جدا. خلينا نروح مع حضراتكم للغردقه وزميلنا فاروق صلاح، 24 ساعه تقريبا قضيتها الفرقه في الغردقه، نتكلم على معسكر الفريق المغلق واستعداداته لمواجهه الجونه وتفاصيل مباراه النهارده مع زميل عزيز فاروق صلاح. مساء الخير يا فاروق. مساء
الخير زميلي العزيز احمد سمير، كل تحيه ليك وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني انا عايز اشيد بالنقطه اللي انت اثرتها زميلي العزيز احمد سمير، كم الرحلات كم السفريات اللي النادي الاهلي خاضها هذه الفتره او الفتره الماضيه شكلت عبء كبير جدا وكثير من الاحمال والضغوطات على لعيبه النادي الاهلي، زي ما اتكلمت على النيجر، السودان، تنزانيا، الكونغو، تونس، جنوب افريقيا، قطر، المغرب، كم رحلات كبير جدا خاضوا النادي الاهلي خارجيا الى جانب الرحلات الداخليه اكيد شكلت عبء كبير جدا. لكن دايما التحديات اللي احنا بنقول عليها والبطولات اللي بياخدها النادي الاهلي هي دي طبعا اللي بتصنع شخصيه النادي الاهلي، وهي دي اللي بتخلي النادي الاهلي منذ عام 1907 حتى هذه الاثناء او هذه اللحظه هو النادي الاهلي، هو رقم واحد في افريقيا، هو رقم واحد في مصر، هو رقم واحد في الوطن العربي. طبعا لو هنتكلم بقى زميلي العزيز على مباراه الجونه، المباراه خلاص قبل الاخيره في الدوري المصري، عايز اكد لك ان لعيبه النادي الاهلي بتتمسك بالامل، لعيبه النادي الاهلي عندها الامل، لسه لعيبه النادي الاهلي مركزه، عندنا مرحلتين، عندنا مباراتين مهمين جدا امام الجونه النهارده ثم الختام امام فريق اسوان، نظرا طبعا لاهميه المرحله كابتن واسوان، طبعا نظرا لاهميه المرحله كابتن محمود الخطيب مرافق للفريق موجود معاهم من الامس، السفر كان للغردقه على متن طائره خاصه، كابتن خطيب موجود النهارده، هيكون موجود ايضا مع اللاعبين في المباراه، موجود مع اللاعبين في الفندق الاقامه من الامس واليوم. طبعا اجتماعات مستمره بتتم ما بين الجهاز الاداري للنادي الاهلي، وعايز برضو من خلالك اوضح نقطه مهمه جدا ان الجهاز الفني والجهاز الاداري في النادي الاهلي كان حصل على تطعيم لقاح كورونا، هيتبقى فقط اللاعبين ان شاء الله عقب نهايه مباراه الدوري هيكون لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله يعني يتلقوا لقاح كورونا. طبعا الجهاز الفني او الجهاز الطبي فضل ان هو التطعيم يتاخر لبعد البطوله الافريقيه، وان انا اخلص يعني انهي المشوار الافريقي ومشوار الدوري باذن الله، هيبدا اللاعبين يتلقوا تطعيم كورونا النهارده. كواليس اليوم اللاعبون تناولوا وجبه الافطار في تمام الساعه 11 صباحا، وجبه الغداء كانت في تمام الساعه 3 عصرا، ثم المحاضره الفنيه لمستر بيتسو موسيماني يعني كانت في تمام الساعه 5 والنصف. طبعا خلالها مستر بيتسو موسيماني شرح للاعبين يعني نقاط القوه والضعف فريق الجونه اللي شدد عليها بالامس، طبعا زميلي احمد عارف ان اجواء ملعب الجونه ملعب دايما مليء بتيارات الهواء، يعني في امور كتير جدا مع ارتفاع الرطوبه مع ارتفاع درجات الحراره، مستر بيتسو موسيماني كان حريص جدا ان هو يشتغل على الكرات الثابته وضروره استغلال الكرات الثابته في هذا الملعب، شدد على اللاعبين بضروره استغلال انصاف الفرص، عايزين ننهي الدوري بشكل كويس ان شاء الله، لسه متمسكين بالامل. طبعا كان في اجتماع النهارده ما بينه وما بين الجهاز الطبي الدكتور احمد ابو عبله، عايز يطمن برضو على بعض اللاعبين اللي غائبين للاصابه، يعني اقدر اقول لك ان حمدي فتحي ان شاء الله يعني عقب العوده من رحله الجونه هيتم اجراء اختبار طبي لحمدي فتحي ان شاء الله يكون موجود مع الفريق في مباراه اسوان. طبعا بدر بنون طبعا بيغيب النهارده طبعا ليه بعد يعني عنده الام في الاسنان واجرى عمليه في الاسنان، وفضل الجهاز الطبي انه يديله راحه النهارده. طبعا طاهر محمد طاهر بيغيب للحصول على الانذار الثالث في وسط هذا الكم من الغيابات، وليد سليمان وجونيور اجايين، لكن لعيبه النادي الاهلي مركزه. بطمنك زميلي احمد ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله يكونوا على قدر المسؤوليه ان شاء الله النهارده ويحققوا الفوز. برضه يعني انا عايز اقربك اكتر من فريق الجونه، لكن انا معاك في نقطه الاهلي لو في اي استفسار او اي لا نسمع. انا عارف انك انت عندك التشكيل الاقرب لفرقه الجونه النهارده. بالفعل زميلي احمد نقدر نقول التشكيل الاقرب لفريق الجونه من المران الاخير للكابتن رضا شحاته هيكون محمود الغرباوي اللي بيعود لحراسه المرمى، طبعا نظرا لحصول احمد عادل عبد المنعم للطرد في اللقاء الاخير هيكون في حراسه المرمى محمود الغرباوي، هيكون قدامه اثنين مساكين محمد نجيب ومحمود الجزار، في اليمين محمد عبد الجواد، في الشمال عمرو سعداوي، في نص الملعب هيلعب بالكابتن رضا شحاته بثلاثه، عربي بدر وناصر محمد ناصر وعمرو عبد الفتاح، قدامهم ثلاثه اسلام عبد النعيم عمرو بركات وكريم الطيب. ده التشكيل والملامح التشكيل المتوقع لفريق الجونه طبقا لاخر تدريب للكابتن رضا شحاته. فاروق صلاح زميل عزيز طبعا من الغردقه ومن الجونه تحديدا، بشكرك شكرا جزيلا، كل التوفيق لفريق النادي الاهلي النهارده في انتظار طبعا عرض يطمن فرقتنا ويطمن جمهورنا على المشوار اللي جاي، يعني زي ما قلت الحقيقه مشوار الاهلي في البطولات لا يتوقف، مش معنى انتهاء بطوله الدوري بعد مباراه اسوان انه في راحه، لا طبعا كان الله في عون اللاعبين اللي الثالث موسم على التوالي داخلين في سباق في منتهى الصعوبه الحقيقه عشان يحققوا القاب جديده النادي الاهلي. الشهر اللي جاي لوحده عندك بطولتين مهمين جدا، عندك سوبر مصري، عندك كاس مصر، وان كان طبعا المواعيد لسه حتى اللحظه بالنسبه لنا مش مؤكده، الوحيد مؤكد هو
سوبر افريقيا ان شاء الله حتى اللحظه حسب ما حدد الاتحاد الافريقي. المباراه اللي هتجمع بين الاهلي وبين رجاء كازابلانكا يوم 24/9 في سوبر افريقيا. فبالتالي يعني اللعيبه طبعا محتاجه تحافظ على فورمتها، الجهاز الفني محتاج يحضر للمرحله اللي جايه، وبالتالي يجب استغلال طبعا هننافس حتى النفس الاخير، حتى صفاره نهايه مباراه اسوان لعيبه الاهلي بالتاكيد بتلعب على البطوله، ومحدش عارف، كل شيء وارد في كره القدم زي ما شرحت لحضراتكم امبارح واديتكم امثله انه اسمها الساحره المستديره، ولولا مفاجاتها ما كانتش يعني الرياضه الاكثر في على مستوى العالم اللي فيها مفاجات غير متوقعه وملهاش حسابات وملهاش كل نتائجها ممكن تبقى خارج التوقعات، ما فيهاش كبير وما فيهاش صغير، هي رياضه كره القدم، وده واحد من اهم اسباب شهرتها ونجاحها وانها الرياضه الشعبيه الاولى على مستوى العالم. اخبارنا النهارده فيها كلام كتير، خصوصا طبعا قصه صلاح اللي عامله قلبان وعامله صداع كبير جدا ومحدش عارف. وجهتين نظر انا بشوف ان هما الاثنين حقيقه محترمين وليهم يعني وزنهم. خليني اطرح على حضراتكم كل الاخبار ونتكلم كمان في موضوع محمد صلاح وانضمامه، قصه انضمامه من عدمه لمنتخب مصر في تصفيات كاس العالم، بس بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. طبعا يعني هي قصه عشان نبقى متفقين مش قصه بس محمد صلاح، هي قصه نظام في الدوري الانجليزي او في بريطانيا بشكل عام. يعني اللي احنا بنواجهه مع صلاح ممكن كمان يحصل مع النني، لانه الارسنال قال حتى انه رده النهائي على فكره استدعاء النني للمشاركه في ماتش انجولا والجابون لغايه دلوقتي مش واضح، وانه هيبعت على اخر الاسبوع رد نهائي بالنسبه لمشاركه النني من عدمه. فالقصه قصه المحترفين وقصه بريطانيا على وجه التحديد، وقصه انجلترا على وجه التحديد، وقصه الحجر الصحي. في وجهه نظر، انا مش هقول لحضراتكم وجهه نظر، انا هقول لحضراتكم وجهتين النظر وليكم انتم مطلق الحريه تقتنعوا باي واحده منهم. في واحده بتقول اما انك انت تشتغل في القصه دي ودي، او انك انت تشتغل وجهه نظر ثانيه تشتغل رسمي. بمعنى ايه؟ بمعنى انه، وانا يمكن اتكلمت في الموضوع ده لانه مع كامل الاحترام طبعا للمنتخبات المشاركه معانا في تصفيات كاس العالم اللي معانا في مجموعتنا، يعني تحديدا انجولا، الجابون، ليبيا، ما هياش المنتخبات اللي تقدر تقول انك انت محتاج الفول سكواد. يعني ممكن ماتش انجولا على ارضك ممكن تبقاش محتاج قوي صلاح، يعني فرقه منتخب مصر، انا هنا دلوقتي بتكلم منتخب مصر، الفرقه اللي عندها في مركز الجناح طاهر محمد طاهر، عندك رمضان صبحي، عندك احمد سيد زيزو، عندك حسين الشحات، عندك حتى شيكابالا ممكن يلعبها، عندك احمد سمير وغيرهم. انا مش يعني بقول الاسماء اللي منوره في الحته دي الموسم ده، ما اعتقدش انه وجود صلاح ممكن يسبب ازمه، ممكن تلعب الماتشات دي وانت مرتاح. هي القصه طبعا انه ده مكمل معاك طول مشوار التصفيات. هل ممكن التفاهم مع اداره ليفربول بشكل ودي انه احنا نسيب لكم صلاح هنا فتسيبوه لنا في الجايات اللي احنا ممكن نبقى محتاجينه فيها؟ انك انت، وده الاهم بالنسبه لي بعد مشوار تصفيات المجموعات اللي المفروض، يعني بما انه احنا هدفنا ان احنا نوصل كاس عالم، يبقى عندنا فريق يوصلنا، فريق مش لعيب، فريق يوصلنا كاس عالم. الاهم بعد كده ما تروح للعشرة الكبار وما انتش عارف مين ممكن يجي في حظك، ومن سوء حظك انه معظم الدول الافريقيه مش داخله في الريد زون زي مصر، يعني منتخبات زي الجزائر او منتخبات زي المغرب لو جت في حظك في المواجهات المباشره دي محترفينها هيجوا من انجلترا ويروحوا عادي جدا ما عندهمش مشاكل، وبالتالي انديتهم مش هتعارض. سواء كنت بتكلم على نجوم زي رياض محرز، نجوم زي حكيم زياش وغيرهم من النجوم طبعا الشمال افريقيا، او حتى الافارقه اللي موجودين في الـ بيلعبوا في الدوري الانجليزي. السؤال الاهم بقى، هتعمل ايه في ارتباطاتك اللي بعد كده؟ يعني الموقف ممكن يكون ايه في بطوله الامم الافريقيه؟ هل من الممكن انه مصر تلعب بطوله امم افريقيا من غير نجوم زي محمد صلاح وزي النني؟ اعتقد سؤال صعب جدا. الناحيه الثانيه، وجهه نظر الثانيه هنا، بيقولوا انه نتفاوض مع ليفربول بشكل ودي بحيث انه نسيب صلاح في ماتشات ما نبقاش محتاجينه قوي، وفي المقابل انه الماتشات المهمه او اللي ممكن تكون مصيريه نقدر فيها نستعين، ويبقى في اتفاق مبدئي مع ليفربول، مع اداره ليفربول، انه في الوقت ده سيبوا لنا صلاح. دي الناحيه او وجهه نظر بتقول يبقى التفاوض ودي بيننا وبين ليفربول. الناحيه الثانيه بتقول لك لا، اشتغل رسمي وتمسك بحقك، لانه
غياب صلاح عن ماتش ليفربول، ماتش جابون ما فيهوش مشكله لانه الجابون يلو زون، وبالتالي سهل انه صلاح يسافر يلعب الماتش ويرجع لانجلترا، ما فيش لحجر صحي ولا لاخر. لكن انه يلعب في مصر هنا معناها انه هيرجع انجلترا يقعد 10 ايام حجر صحي، سواء في فندق او في مركز طبي، المهم يكون مكان معتمد لمده 10 ايام. وده بالتاكيد من وجهه نظر ليفربول مرفوض جمله وتفصيلا. ليه؟ لانه اولا في خطوره كبيره جدا من وجهه نظرهم على محمد صلاح انه لا قدر الله يصاب بفيروس كورونا، او على اقل تقدير حتى لو رجع سليم ده معناه انه هيتعطل 10 ايام عن المشاركه مع الفريق، هيخسر الفريق مجهوده في ماتشات مهمه جدا. ويبدو انه ليفربول عاقد العزم انه ينافس على البريمير ليج السنه دي، بالتالي خساره صلاح ممكن جدا تبقى مؤثره. ومش بس كده، ده كمان صلاح لو قعد في حجر صحي لمده 10 ايام، صلاح او غيره يعني اي فريق هيتبنى وجهه النظر، معناه انه مستواه هيتراجع وبالتالي مش هيبقى فورمته او جاهزيته للماتشات بتاعه المنافسه في اعلى مستوياتها، وبالتالي هيتاثر سلبا، وبالتاكيد ياثر سلبا على الفريق. لكن وجهه نظر ثانيه تقول لك لا، اشتغل رسمي، الجا للفيفا، خد استثناء. طب وليه؟ هنروح بعيد مع اليورو 2020، وحضراتكم عارفين انه انجلترا او ملعب ويمبلي تحديدا كان بيستضيف نهائي البطوله، ولما كان في كلام من انجلترا عن حظر استضافه او حظر دخول الاجانب لحضور الماتشات، الاتحاد الاوروبي هدد بحرمان انجلترا من استضافه النهائي، وبناء على الكلام ده تم استثناء عدد من الشخصيات اللي حضرت. فاذا كانت اذا كان لكل قاعده استثناء، وبالتالي ممكن احنا نبني على ده، وممكن انك تستثني لعيبه زي محمد صلاح او لعيبه زي محمد النني من الالتحاق بماتشات مصر، سواء في مشوار تصفيات كاس العالم او سواء حتى في بطوله امم افريقيا. على كل الاحوال هيبان في الفتره اللي جايه. وان كنت الحقيقه انا بشوف انه منتخب مصر بتشكيلته حتى بدون وجود صلاح، شايف انه منطقي جدا وطبيعي جدا 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 بامكانيات الموجوده عندنا واللعيبه اللي موجوده عندنا، انه ممكن جدا نخوض مشوار التصفيات بدون محمد صلاح ونقدر نتخطى الثلاث منتخبات. الناحيه الثانيه ياسر ريان كمان عنده مشكله، لانه الجهاز الفني استدعى بالفعل احمد ياسر ريان عشان ينضم لمنتخب مصر في الماتشين اللي جايين مع انجولا بدايه في القاهره وبعد كده في الجابون، ونادي التاي التركي رفض انه او ما وافقش يعني على انضمام احمد ياسر ريان للمنتخب الوطني. حجته في ده او يعني منطقه في ده بيقول انه احمد ياسر ريان عشان ينضم للمنتخب كان مفترض ان هو يتم طلب ضمه من المنتخب في ميعاد اقصى 15 اغسطس، وهو اوريدي لم يتم قيده الا بعد الميعاد ده، وبالتالي من حق النادي او من وجهه نظره انه من حقهم يرفضوا انضمام ياسر ريان للمنتخب، وقد كان رفضوا ان هو ينضم للمنتخب. بقت مشكله، يعني فتره من فترات كنت بتتكلم على انه وجود عدد كبير جدا من المحترفين ليك بره مصر في دوريات قويه يديك اريحيه شويه، وانت بتتكلم على المنتخب وانت بتتكلم على مشاركه لاعبين محترفين بداوا بالفعل مواسمهم مع انديتهم ومعظمهم متالقين. يعني احمد ياسر بداياته مبشره جدا في الدوري التركي، صلاح نجم كبير جدا، النني يظل واحد من اهم اللاعبين المصريين المحترفين، وبالتالي عدم وجودهم معاك بالتاكيد ياثر على حسابات كابتن حسام البدري اللي كان الله في عونه. يعني الحقيقه كل الظروف من اول ما تولى المسؤوليه وفي الفترة الأخيرة كمان على وجه التحديد ماشية معايا عكس التيار، لكن ثقتنا الحقيقة في الأسماء اللي موجودة في المنتخب كبيرة جدا، وواثقين على الأقل خلينا نقول خطوة بخطوة من صدارة مجموعتنا، وده شيء طبيعي ومنتظر ومنطقي جدا في حسابات جماهير الكرة المصرية. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم في السادسة مرة ثانية.